قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول الإمام القرطبي: هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري فشكى إليه الجد أي قلة الأمطار فقال: استغفر الله. جاءه آخر فشكى الفقر فقال: استغفر الله. جاءه آخر فقال: ادعو الله أن يرزقني ولدا فقال: استغفر الله. فقال أصحاب الحسن: ما هذا؟ سألوك في مسائل شتى وأجبتهم بجواب واحد وهو الاستغفار. فقال رحمه الله: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الإخوة، السبب الثاني: التوكل على الله الأحد الفرد الصمد. روى الإمام مالك والترمذي بسند صحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لكن هل انتبهتم إلى ملمح في الحديث؟ تغدو وتروح، في حركة، يعني قاعد في البيت لا يتحرك ولا يخرج ولا يسأل ولا يطالع بعض الإعلانات ولا يفعل شيئا ويقول ليس هناك أعمال. تغدو في حركة، في سؤال، في طلب، في أخذ بالأسباب، تغدو خماصا وتعود بطانا. يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. التوكل هو السبب الثاني. ومن أسباب الرزق عبادة الله والتفرغ له والاعتناء بالواجبات الدينية. فقد أخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: إن الله يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، فإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. قل لي كما أريد أكن لك كما تريد. عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. فالدنيا إذا أقبلت عليها وحدها تغر وتضر وتمر، هي دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. رابعا، من أسباب الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام النسائي: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا السبب الرابع. والسبب الخامس: صلة الرحم. لك أقارب، لك أخوات، لك بنات، لك عمات، لك خالات في أطراف المدينة. أنت حينما تصلهم وتعطيهم وتأخذ بيدهم وتتولى شؤونهم وترعاهم وتهديهم إلى الله عز وجل يزداد رزقك. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومن سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه. التواصل بين الأرحام. التواصل يعني أن تزورهم، يعني أن تتصل بهم أولا ولو هاتفيا، ثم تزورهم،
ثم تتفقد أحوالهم المعيشية والدينية والتربوية والاجتماعية، ثم تعينهم، ثم تأخذ بيدهم إلى الله. عندئذ يتولى الله أن يعطيك ما تريد. سادسا، من أسباب الرزق الإنفاق في سبيل الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أحد أسباب وفرة الرزق كثرة الإنفاق. والسبب السابع من أسباب زيادة الرزق الإحسان إلى الضعفاء والمساكين. يقول عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه الإمام البخاري. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أبغوني في ضعفائكم فإنكم ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ثامنا، من أسباب زيادة الرزق الهجرة في سبيل الله. إذا كنت في بيئة تحول بينك وبين طاعة الله، تحول بينك وبين عبادة الله، أو تحول بينك وبين أولادك، أو تحول بينك وبين أولاد أولادك، أو تحول بينك وبين أولاد أولاد أولادك، يجب أن تغادر هذا المكان، لأن علة وجودك في الأرض أن تعبد الله. فأي شيء حال بينك وبين عبادة الله ينبغي أن تهجره. والهجرة أحد أسباب الرزق الوفير. إياكم أن تتوهموا أن تهاجر من بلد مسلم تستطيع أن تقيم فيه شعائر الله، وتستطيع بشكل أو بآخر أن تنشئ أولادك على طاعة الله، أن تهاجر إلى بلد ترتكب فيه المعاصي على قارعة الطريق. هذه هجرة، ولكن في سبيل الشيطان. أما الهجرة التي في سبيل الرحمن، أن تدع بلدا فيه ما تشتهيه النفس وتلذ الأعين، وأن تغادره إلى بلد مصنف في العالم بلد نامي، في صعوبات لا يعلمها إلا الله، بكل مجالات الحياة تؤثر مرضاة الله وصون دين أولادك. هذا المهاجر يقول الله عنه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، يعني يجد رزقا يرغم أنف من انتقده في هذه الهجرة. أناس كثيرون يدعون بلادا غنية ومتقدمة بمفهوم العصر ويعودون إلى بلادهم الإسلامية، من حولهم هناك يتهمونهم بالجنون وأنهم سوف يفتقرون، ولكن الله يبشرهم أن الله سيرزقهم رزقا يرغمون أنوف من انتقدهم في هذه الهجرة. فالهجرة أحد أسباب وفرة الرزق. أيها الإخوة الكرام، السبب التاسع: إقامة شرع الله تعالى، استنباطا من قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يعني صقيع مس محافظات كثيرة وصلت الحرارة إلى 7 أو 10 تحت الصفر، فأتلفت كل الإنتاج البعلي. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. انقطاع الأمطار 5 أسابيع في هذا الوقت الحرج أذهب كل المحاصيل. الأمر بيد الله عز وجل. مع الله ليس هناك ذكي أبدا، هناك مستقيم. أيها الإخوة الكرام، أحد أسباب زيادة الرزق التوبة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إذن التوبة النصوح أحد أسباب وفرة الرزق. ومن أسباب وفرة الرزق الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام:
اللهم إني أعوذ بك من البخل والفقر وعذاب القبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم وأن تظلم. تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم وأن تظلم. ومن أسباب زيادة الرزق تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من أسباب زيادة الرزق السبب الثالث عشر: ذكر الله تعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يقابل ذلك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه. أيها الإخوة الكرام، من أسباب زيادة الرزق التبكير إلى طلب الرزق. والله أيها الإخوة، مشكلة يعانيها أهل هذه البلدة، لا يكون عمل قبل الساعة 11، الناس كلهم نائمون، المحلات التجارية حتى بعض كبار الموظفين لا أحد يتحرك قبل الساعة 11. والله في بلاد الكفر الساعة 5 صباحا لا تجد مكانا في الطريق. هؤلاء لا يعرفون الله وهم يبكرون إلى أعمالهم. وهؤلاء المسلمون، الوقت الذي ينبغي أن يمضيه الإنسان مع أهله ومع أولاده هو في السوق حتى ساعة متأخرة من الليل، والوقت الذي ينبغي أن يبكر فيه إلى رزقه يمضيه في النوم. ناموا ولا تستيقظوا، كما قال بعض الشعراء متهكما: ما فاز إلا النوم، ودعوا التفهم جانبا فالخير ألا تفهموا. هذه مشكلة كبيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ما تفعله أحيانا من صلاة الفجر إلى الساعة 8 لا تستطيع أن تفعله في النهار كله. حدثني عالم جليل أنه ألف موسوعتين كبيرتين في التفسير وفي الفقه، وكل موسوعة تقترب من 20 مجلد. قال لي: والله هذان المؤلفان الكبيران ألفتهما فيما بين الفجر والساعة 8 لمدة 4 سنوات. هذا الوقت الثمين، لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قد تستغربون، النفقة على طالب العلم تزيد في الرزق. على طالب العلم بالذات، هذا الذي جاء بلدكم يطلب العلم ليعود خطيبا، ليعود داعية، ليعود مدير معهد شرعي، ليعود مفتيا، هذا جاءكم إكرامه والإنفاق عليه وإشعاره أنه في بلده وبين أهله يزيد الرزق. والدليل: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يحضر دروس النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف. فشكى المحترف أخاه إلى النبي فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. دليل قطعي، يعني إما أن تكون داعية أو أن تكون في خدمة داعية، في خدمة طالب علم أتى إلى هذا البلد الطيب. ونرجو الله أن يستمر بقاؤهم في هذا البلد إلى ما شاء الله. أيها الإخوة الكرام، والسبب السادس عشر في زيادة الرزق أن تشكر الله عز وجل. قد تكون مغمورا بنعم لا تعد ولا تحصى، أكبرها أنك في صحة تامة. لو أن جهازا في أجهزتك تعطل لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. لو أن الكليتين تعطلتا، كل أسبوع 3 جلسات، كل جلسة 4 ساعات، كل جلسة 3000 ليرة، تحتاج إلى 40,000 ليرة في الشهر لو تعطلت إحدى الكليتين. أحد أكبر نعمة تتمتع بها نعمة الصحة، وأن الله عافاك في بدنك وعافاك في حواسك الخمس ومنحك القوة تتحرك ولا تستعين بأحد. إن شكرت نعما بين يديك حفظ الله لك هذه النعم وزادك من فضله. لئن شكرتم لأزيدنكم.
أحد أسباب زيادة الرزق شكر النعم التي أنت بها. لك مأوى وكم ممن لا مأوى له، لك زوجة وكم ممن لا زوجة له، تتمتع بصحة وكم ممن يعاني من آلام لا تحتمل، وكم من يعاني من آلام لا تحتمل ولا يملك ثمن الدواء. أيها الإخوة الكرام، والسبب السابع عشر لزيادة الرزق إتقان العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. أقول لكم هذه الحقيقة: في وقت الكساد المتقنون لا يتعطلون، أما في وقت الرخاء والسعة الكل يعمل، أما المتقن ليس عنده ما يسمى بالبطالة إطلاقا. السبب الثامن عشر الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ذكرتها مع الدعاء لكن هي بند مستقل. الصلاة 18 سببا لزيادة الرزق، هذا كلام خالق الأكوان وكلام سيد ولد آدم العدنان عليه أتم الصلاة والسلام. هذا ديننا، دين وحيين، دين كلام الله ودين سنة رسوله، وما بعد هذه القوانين من قوانين. هناك أقوال تطرح في الرزق، أقوال لا تؤمن بالله عز وجل، هناك مجاعة تنتظر البشر، هناك شح في المياه، هناك حرب على المياه، هناك حرب على القمح، هناك حرب على منابع النفط. هذا الكلام يصدرونه لنا كي نضعف عن مقاومتهم. أيها الإخوة الكرام، آخر شيء في هذه الخطبة أنه في تصور سقيم خطأ عند الناس، أنه مؤمن يعني فقير بس، كافر غني. لا، حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. الإنسان إذا طلب الرزق الحلال وكان الرزق وفيرا بين يديه، خياراته في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. الخيارات التي أمامه في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فإذا طلبت الرزق الحلال وكان وفيرا كانت يدك هي العليا، واستطعت أن تهيمن على أسرتك بالإنفاق عليهم وأن تضمهم إليك وأن ترشدهم إلى ما فيه خيرهم. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بقي موضوع قصير يتمم هذا الموضوع: المستحبات في اكتساب الرزق. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: إن روح الأمين نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر آتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. وضح لكم ذلك: بستان فيه تفاح، لو قلنا الشجرة السابعة، الغصن الرابع، الفرع الخامس فيه تفاحة، هذه لفلان، فلان مخير
إما أن يأكلها ضيافة، وإما أن يأكلها هدية، وإما أن يأكلها شراء، وإما أن يأكلها تسولا، وإما أن يأكلها سرقة. طريقة وصول الرزق إليك باختيارك، أما هو لك. لذلك افضر عن الحرام يأتيك الحلال. أعيد الحديث، إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب، وفي رواية واستجملوا مهنكم، اختر حرفة راقية. ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر آتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث دقيق جدا. الآن يستحب الإجمال في طلب الرزق واكتساب المعيشة. ما معنى الإجمال؟ أن تهتم بطلب الحلال دون الحرام. لو جاءك رزق وفير فيه شبهة حرام اركله برجلك ولا تعبأ، وقل الله الغني. عدم الإضرار بالنفس بتعريضها للمشاق والصعوبات الهائلة في طلب الرزق. يعني إنسان يتوهم رزقه في الممنوعات، يغامر بحياته، يغامر بمصادرة أمواله كلها، يغامر أن يكون في السجن. ما كلفك الله فوق ما تطيق. من الإجمال في طلب الرزق عدم الإضرار بالنفس وعدم تعريضها للمشاق والصعوبات الهائلة في طلب الرزق. ومن الإجمال في طلب الرزق عدم ترك ما أراد الله من الإنسان من واجبات أو مندوبات أو عبادات أو أعمال دينية أو طلب علم. أقول لكم هذه الكلمة، من كانت مهنته أو حرفته مشروعة وسلك بها الطرق المشروعة وابتغى بها كفاية نفسه وأهله وخدمة المسلمين، ولم تشغله عن واجب ولا عن فريضة ولا عن عمل علمي ولا عن عمل خيري، انقلبت إلى عبادة. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. أيها الإخوة الكرام، من آداب كسب الرزق إقالة النادم. من أقال نادما بيعته أقال الله عسرته. يعني البضاعة ما فتحها، لا زالت في علبتها ولا زالت مغلفة بغلاف الشركة وندم على شرائها، أعطاك ثمنها كاملا. من أقال نادما بيعته أقال الله عسرته. عدم التمييز في الأسعار بين الزبائن، هذا من آداب البيع والشراء، والالتزام بسعر موحد لكل المتعاملين. أيها الإخوة، لكن لك أن تخفض السعر لقريبك أو لإنسان أخذ كمية كبيرة، هذا مشروع. أما هذا التذبذب في الأسعار يشك في مصداقية البائع وهو مسلم. أن يعطى كيلا راجحا عند البيع والشراء، حذرا من بخس الناس أشياءهم وحذرا من أن يكون من المطففين. عدم التشدد في القيمة عند البيع، بيقول لك الليرة قبل الألف، هذا تشدد. رحم الله عبدا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. لا تتعنت في أداء ما عليك ولا تعثر في مطالبتك لمن لك عليه دين. المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها، وعدم التذرع بالانشغال بالتجارة أو الوظيفة. ذكر الله تعالى في الأسواق والمراكز التجارية والاقتصادية، وذلك بتلاوة الأدعية والمأسورات. تلاقي طعام نفيس. والله حدثني أخ في بلد من بلاد المسلمين لا أسميه، يعني يقدم إنسان لضيوفه كلمة قاعود، يعني جمل فتي، لحمه طري جدا، عليه خروف مكتف، كله رز ولحم وقلوبات
وسمن، شيء طعام نفيس. المدعوين خمس أشخاص بيأكلوا واحد من 200 من الطعام، والباقي على الحاوية، ما يأكل أحد من بعدنا. في بزخ وترف تخرج فيه من جلدك، وفي فقر. إنسان يأكل من الحاوية، فلذلك المجتمع اللي فيه زكاة تؤدى تفاوت طبقي كبير ما فيه. هذا المعنى الأول، تطهرهم الآن وتزكيهم. أنت تصور وزعت زكاة مالك على من حولك، 30 شخص طلب، أنت بقلب 30 شخص كل ما التقيت معهم رحبوا، الله يخلينا إياك، الله يوفقك، الله يدين فضلك، الله يعزك. الفقير لما تنعشه بطعام، بشراب، بكساء، بحل مشكلة، بشراء بيت، بتأمين عمل، لقى الغني فضل عليه. فالغني بيعيش بين أحباب، بين يعني أشخاص محبين يثنون عليه، فنفس الغني تنمو. أيام أب يزوج أولاده، كل ولد ببيت يكون ميسور، يزور أولاده تلاقي احترام منقطع النظير. ابن الله هيئ له عن طريق والده بيت وزوجة وعمل، فعايش مبسوط، والده سعى له بهالشيء. فأنت لما بتحسن للآخرين تملك قلوبهم. نفس الغني تنمو ونفس الفقير تنمو، هو محروم، لكن لما جاءته أموال الزكاة وانتعش بها شعر بمكانته بمجتمعه. في أناس اهتموا به، اهتموا بفقره، اهتموا بحاجته. كثير في إنسان مريض عنده مبلغ العملية لا يملكه، بيجي غني بيقول له تفضل، الله يخليك، الله يعزك، الله يمتعك بالصحة. فالفقير نمت نفسه والغني نمت نفسه، والمال ينمو. المال ينمو. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق بلال، عبدي أنفق، أنفق عليك. والله في قصص بهالمجال لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. يعني وزع الأموال على أهل الحي، على أقرباء الفقراء، على من حوله من الفقراء، دعوا له، كانوا فرحانين، دخل البسمة على البيوت. حينما يرى أثر إنفاق المال يحس بسعادة كبيرة. هي تزكيهم، أنت مهم، أنت بمالك أدخلت الفرحة بمئة بيت، رسمت بسمة على أفواه الصغار. والله أذكر قصة يعني وقعت في الشام، بيت فيه كآبة كبيرة، دخل الأب قليل جدا، عنده 7 أولاد، يبدو تلقى زكاة ماله. هو الأب على العيد جاب حلويات، جاب فواكه، اشترى لأولاده ألبسة من زكاة مال الغني، جاره الغني. هذا البيت صار فيه مثل عرس بالعيد، الأولاد لبسوا جديد، أكلوا أكل طيب، أكلوا حلويات. فأنت ما بتعرف قيمة الزكاة إلا إذا أعطيت فقيراً زكاة مالك، ورأيت هذا البيت بيت الفقير صار فيه عيد صار فيه. بارك الله بكم ونفع بكم، وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لكم. في بهذه الآية ملامح دقيقة جدا. أولا، خذ خطاب للنبي، لا على أنه نبي الله، على أنه ولي أمر المسلمين. الزكاة تؤخذ ولا تعطى، لأن الزكاة تتعلق بها سلامة الأمة. يعني بحساب بسيط، بلد والقصة قديمة كثير من شيء 20 سنة، كان سوريا 3.5 مليون، 3.5،
اليوم 23. الدخل القومي لسوريا الزكاة تبعه بتساوي 48 مليار. لا يمكن تخلي فقير. حساب دقيق. الدخل القومي لسوريا قبل 25 سنة كنا 3.5 مليون، بيساوي زكاتهم 48 مليار، رقم فلكي. هذه الزكاة مصممة من قبل الله أن تلبي حاجة الفقير. فلذلك ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. يعني لي صديق مقيم بلبنان، وأحداث لبنان الشهيرة لما أحرقت بيروت بأكملها، في محل بساحة البرج، أول محل ببيع مواد غذائية، يوم أغلق المحل وبدأت الأحداث كان في عليه زكاة 40,000 دفعوا. هذه القصة أنا رأيت المحل بعيني. بعد ما انتهت الأحداث المحل من الخارج كله دخان، تفتح المحل مثل ما سكر ولا بلين خسر، حتى في بالصندوق 40,000 لآهون. يعني العجب العجاب، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. صاحب معمل كبير بالشام، معمل برادات، جايته باخرة مواد أولية للمعمل غرقت في البحر الأحمر، راح بضاعته كلها، وهو يؤدي الزكاة ويمكن الضعف يؤديها، ضعف الزكاة. بعد 10 سنوات أخرجوا الباخرة وضاعته كلها معادي، باع بعشر أضعاف ثمنها. لا تصدق يتلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. هذه الزكاة ضمان من الله. لذلك الآية تقول خذ، ما قال يا أيها الذين آمنوا ادفعوا الزكاة، لا، هذه تتعلق بها مصلحة الأمة، مو على مزاج المؤمن دفع أو ما دفع، هذا الأصل. لذلك في بعض الروايات ادفع هذه من بايعت. الآن خذ من أموالهم، الأموال جاءت جمع، يعني اللي عنده مال ورقي في عليه زكاة، واللي عنده ذهب وفضة في عليه زكاة، واللي عنده أغنام في عليه زكاة، أبقار في عليه زكاة، عنده بضاعة في عليه زكاة، من أموالهم، من جميع أموالهم خذ من أموالهم صدقة. سميت الزكاة صدقة لأنها تؤكد صدق المؤمن. في نشاطات كثيرة ما بتكلفك شيء، تجي على صلاة الجمعة تلبس الجلابية البيضاء وتحط مسك وعطر ومسبحة تركواز، تك 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 تجي وجهها، أما الدفع ما في وجهها، في دفع. هذا المال محبب، المال تحل به مليون مشكلة لك تدفع منه. فالزكاة تؤكد صدق المؤمن في طاعته لربه. إذا خذ من أموالهم، الزكاة ليست متعلقة بمزاج المؤمن الدافع دفع أو ما دفع، الزكاة متعلقة بمصلحة الأمة. لذلك أمر أولي الأمر أن يأخذوها، يعني إذا كان الإنسان أعجبه ذلك أو لم يعجبه، هذا أصل النظام. خذ من أموالهم، والخطاب موجه للنبي لا للنبي، موجه للنبي على أنه ولي الأمر لا على أنه نبي الله، يعني أي حاكم. هذا الشرع هكذا، خذ من أموالهم صدقة. بس لا فينا نحكي الكلام، لأن كان نار خود بتمناها يأخذ، ما بيدفع شيء بعدين الفقراء، الوضع اختلف الآن. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. تطهر من؟ قال تطهر الغني من الشح، تطهر الفقير من الحقد، تطهر المال من تعلق حق الغير به. تطهر الغني من الشح،
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عفوا، كيف في عندنا مرض جسمي هو الورم الخبيث، مرض قاتل والله لا أبالغ، وفي عندنا مرض نفسي هو الشح، مرض قاتل. من هو أشقى الناس؟ الذي يعيش فقيرا من بخله ليموت غنيا، يعيش فقيرا ليموت غنيا. ورد بالأثر القدسي: أن عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فيقول الله عز وجل: إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ويقول لعبد آخر: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يقول عبدي: أنا الحافظ لأولادك من بعدك. أنت حينما تؤدي زكاة مالك كأنك تثق أن الله عز وجل سيحفظ أولادك من بعدك. إذا خذ يا ولي الأمر، الخطاب لأولي الأمر، من أموالهم جمع، من كل أنواع أموالهم، عروض التجارة يعني البضاعة، أي بضاعة في عليها زكاة. خذ من أموالهم صدقة. سميت الزكاة صدقة لأنها تكشف صدق المؤمن في دفع المال المحبب. هذه الصدقة أو الزكاة تطهر الغني من الشح، والفقير من الحقد، وتطهر المال من تعلق حق الغير به، وتزكيهم. التزكية موضوع ثاني، الطهارة غير التزكية. هذا الإناء غير نظيف، أول عملية بتنظفه أي تطهرهم، ثم تملأه بشراب عصير فاكهة راقي جدا. في مرحلة التطهير والمرحلة الثانية التعطير. فالزكاة تطهر وتعطر، تطهر النفس من الشح عند الغني، والفقير من الحقد، والمال من تعلق حق الغير به، وتزكي نفس الغني. يعني وزع الأموال على أهل الحي، على أقرباء الفقراء، على من حوله من الفقراء، دعوا له، كانوا فرحانين، دخل البسمة على البيوت. حينما يرى أثر إنفاق المال يحس بسعادة كبيرة. هي تزكيهم. أنت مهم، أنت بمالك أدخلت الفرحة لمئة بيت، رسمت بسمة على أفواه الصغار. والله أذكر قصة يعني وقعت في الشام. بيت فيه كآبة كبيرة، دخل الأب قليل جدا، عنده سبع أولاد، يبدو تلقى زكاة ماله. والأب على العيد جاب حلويات، جاب فواكه، اشترى لأولاده ألبسة من زكاة مال الغني، جابه الغني. هذا البيت صار فيه مثل عرس بالعيد، الأولاد لبسوا جديد، أكلوا أكل طيب، أكلوا حلويات. فأنت ما بتعرف قيمة الزكاة إلا إذا أعطيت فقيراً زكاة مالك، ورأيت هذا البيت بيت الفقير صار فيه عيد. إذاً خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تزكي نفس الغني فيرى عمله الطيب أمامه ويتأثر، تطهر وتزكي نفس الفقير، يشعر بقيمته الفقير. المجتمع ما نسيني، المجتمع رحيم، المجتمع دفع لي من ماله. نفس الغني نمت
زكاة نمت، يعني الزكاة النمو، يعني تألقت بالتعبير المعاصر، ونفس الفقير تألقت. هلأ والمال، المال في قانون لزيادته وفي عناية إلهية لزيادته. القانون لما أنت تدفع زكاة مالك للفقراء صار بيد الفقراء مال، هذا المال قوة شرائية، شو بدي يساوي فيه؟ شو من عندك؟ أنت بيع ألبسة أخذوا من عندك ألبسة. يعني أي واحد غني دفع مال زكاته حيرجع له مبيعات دون أن يشعر. فصار هالفقير صار قوة شرائية أضيفت إلى دخل الغني. فهون الآية تنمي نفس الغني وتنمي نفس الفقير وتنمي المال بآلية قانونية، يعني بآلية طبيعية. صار في قوة شرائية مع الفقير، اشترى من عند الغني اللي بيبيع خضر وفواكه حلويات ألبسة اشتراها. لا، في حالة ثانية، في قانون العناية الإلهية. يعني الله بيلهمك تشتري بضاعة بيكون سعرها بسيط جدا، تربح فيها بالمئة عشرة، بالمئة ثلاثمئة أحيانا. فأنت لما دفعت زكاة مالك، هلأ الله من مالك مالك بطريقة أخرى، غير طريقة إنه صار في قوة شرائية بيد الفقير، بطريقة ثانية إنه أنت بيلهمك على عمل مربح. أيام إنسان بيجتهد 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 بالتجارة، بيشتري صفقة ما بتنفع معه، بعدين بيوزعها صدقات، ما لها حل. بيقول لي تاجر أقمشة، بيقول لي أثناء خبرتي يعني شاف نوع من الأقمشة إنه هي ممكن يبيعها بعشر أضعاف، جميلة جدا ومطلوبة بالسوق. هيك تصور، اشتراها البضاعة، عرضها ما انباعت، عرضها ما انباعت، رابع سنة ساواها متر متر، لفيها البضاعة المباعة، ما انباع منها ولا متر. فالأيام الإنسان ما بيعرف كيف رواج البضاعة. فالله عز وجل بالزكاة تطهرهم وتزكيهم، تزكي نفس الغني، تزكي نفس الفقير، تزكي المال نفسه، إما بطريقة آلية آلية علمية صار مع الفقير قوة شرائية، أو باستثناء بعناية إلهية. والله في أيام بذكر أنه جنب جامع الأموي في محل بسيط، المحل ببيع يعني قباقيب، تعرفونه قباقيب من خشب. صالح صاحب المحل صالح بشكل عجيب، مستقيم، ماله حلال، ما عنده ولا مشكلة. اجى شخص قال له بتبيعني المحل؟ قال له والله ما بدي بيعه، انا عايش منه كافي. قال له لا بيعني اياه. يعني اول مره، ثاني مره، ثالث مره، تا خلقه قام باعوا اياه. باعوا اياه ب 700,000 فروغه يعني. بعد سبع ايام صدر قانون استملاك المحلات كلها من قبل الدوله، اعطوا صاحبه 7,000. أنت ماشي عمرك كله صح ومالك حلال، خلاه الله يبيع المحل ب 700,000. اللي اشترى قال والله عطوه 7,000 فقط مقابله. فإذا كان الله معك شغلة كبيرة كثير، خالق الأكوان معك. يعني أنا بقولكم كلمة، أجمل ما في الدين معاملة الله لك بعد أن تصطلح معه. تشوف شيء لا يصدق، إكرام من الله، استثناءات، سميها كرامة، كرامة. أنا مؤمن بالكرامة لكني لا أرويها، أؤمن بها لكني لا أرويها، لا أرويها ولا أنكرها. إن رويتها في مشكلة بالسجن، نعتمد على الكرامات نصير. ندع لو فرضنا يعني هيك بس للتقريب، أب أصيب بمرض عضال وعنده ابن بالتوجيهي، وهي سنة حاسمة علق بجامعته، والابن من وفائه لوالده ترك الدراسة والتفت لوالده، خدمه شيء 7 أشهر بأعلى مستوى، بيجي الامتحان شهر، قعد بدأ يقرأ،
يعني صعب أن الله يلهمه يقرأ موضوع السؤال، الله يعرف. أرى أكثر اللي أرى إجا منه أسئلة وأم نجح بتفوق. القصة تروى للطلاب، ما في تروية للطلاب، ما يدرسوا منه، بيخدم أبوه شوي حتى ما يدرس. فالكرامات لا تروى، أنا بمنهجي ما برويها أطلاقا، أنا أصدقها ولا أرويها حتى ما أعمل فوضى بالحياة. على كل الإخوان الكرام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. لكن النقطة الدقيقة والخطيرة، في المال حق سوى الزكاة، حق. نحن ظننا الزكاة كل شيء، لا مو كل شيء الزكاة. اسمعوا الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، على حبه، إما على حبه للمال يحبه وأنفقه، أو ابتغاء محبة الله بالمعنى إيه؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه الحالة، آتى الزكاة فرض، أما الصدقة سنة. فالإنفاق نوعاً، العلماء قالوا في المال حق سوى الزكاة، أي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن القاعدة، في المال حق سوى الزكاة، تدفع زكاة مالك قطعاً. وبدك إذا كان مثلاً مواطن في عليه ضريبة أداها، إذا أدى الضريبة ما بيجي كتاب شكر من الدولة أبداً. دولة عندها مدارس، عندها طرقات، عندها منشآت، عندها موظفين، فهي الزكاة الفريضة ضريبة. لكن إجا مواطن قدم أرض لوزارة التربية لإنشاء مدرسة، قدمها مجاناً، بيساوي له حفل تكريم لما بتتبرع بشيء للمصلحة العامة. هي مثلاً بيقدم أرض للدولة لتقام عليها مؤسسة أو جامعة، وهذا شيء بسيط، يقام له حفل تكريم. فالضريبة شيء، الضريبة هي الزكاة، أما حفل التكريم بالصدقة. صدقة مفتوحة، والصدقة إنفاقها واسع جدا، ممكن إحنا نعمر بناء بالصدقة، بناء. لكن بالزكاة ما في بناء، بالزكاة للفقير. يجب أن تنتهي الزكاة إلى فقير، إلى فم جائع. أما الصدقة أي مشروع بتريده ممكن يكون فيه زكاة، ممكن يكون فيه صدقة. لذلك في المال حق سوى الزكاة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا أول حقيقة، في المال حق سوى الزكاة، في عنا زكاة وعنا صدقة. الصدقة مصارفها واسعة لا تحد بشيء. مثلا
أنا بالشام أعرف فيك إنسان الله أعلم عليه بالمال، اشترى بيت بأحد أرقى أحياء دمشق، والبيت واسع، عملوا جمعية لتعليم الفقيرات الخياطة، فجاب شيء 20-30 ماكينة خياطة، وجاب خبيرات بالخياطة، والفقيرة تجي بتداوم 6 شهور تتعلم الخياطة، وبيعطوها ماكينة وبيعطوها قماش، بتخيط وبتعطيهم، بيوزعوهم على الفقيرات بالأعياد. فعواض ما يخلي الفقير يأخذ الصدقة هو خجلان، لا جعله يدفع الصدقة. هلا حالكم كم بقى؟ أفضل زكاة تدفع إذا حولت قابض الزكاة إلى دافع الزكاة. أنا بشكر في أخ من إخوان فقراء جدا، يعني شو بدي ساعده كل شهر في مثل يعني مركبة صغيرة للنقل، أرخص شيء حق 20,000، أخذت له واحدة، والله بعد سيطان يدفع لي زكاة المال للفقراء. اشتغل عليها ربح، أنفق من أرباحه، والزايد اعتبروا هذا عليه زكاة، دفع زكاة مال. فهو البطولة أن تحول قابض الزكاة إلى دافع للزكاة، يعني أغنيته طوال عمره، أخذت له محل صغير ما كنت تتركه، ما تخليه شحاط طول حياته مد إيده، لا تخليه، علمه مصلحة، لا تطعمني سمكا علمني كيف أصطاد السمك. هي الزكاة الراقية بتساوي خبرات عالية، هي إنه تخليه شحاد سيدي والله خلينا إياك وطولنا عمرك وما لنا غيرك. قال من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه. لا تعلم الفقير يتم شحاد يترجاك يتسول ويكذب أيام، بسمعه كذب بحكيه القصة بهاد بيعطي عاد لهاد أخذ. فأنا كنت عاني المشكلة إنه أنا عم بعطي الفقير تالي يعني يأخذ من جهات عديدة الفقير، فصرنا نعمل طريقة إنه يعني يدفعوا زكاة ساووا مثل جمعية وأخذوا أسماء اللي عم يعطوهم، هذا أخذ من عند هذا ليش يأخذ عند الثاني؟ في فوضى، واحد عم يشحد هو غني. أحد إخواني الكرام بالشام يعني ساووا جمعية لمكافحة التسول، قبضوا على 1500 متسول، أقسم بالله الفقراء منهم بس 5، وبعضهم له بالبنك مليون، ما ربح الشغل، ما لابس مال، أخذ زاوية بشارع بوقت معين بيعطوه. من 1500 قبضوا عليهم متسولين بس 5 فقراء، والبقية لهم بالبروق أرصدة، ما تجيب حدا الشغلة. شو فقير أيام بجبس إيده، أيام بحط إصابة على عيونه، وما في شيء إطلاقا. فيعني أصبحت مصلحة. قال له أنت غني شو عم تأخذ مال؟ قال له قضية مبدأ يعني المبدأ أنه يشحد، هذا مبدأه. فأنا ما بتمنى أنه واحد يعطي بسذاجة، إلي رأي شوي دقيق. لا أظن إذا أنت لحشت زكاتك لواحد كائنا من كان أديت الذي عليك، لا، يجب أن تؤدي هذا المال لمن يستحقه لمن يحتاجه. أما كثير ناس بده بس يطلع من المبلغ يبحشوا خلص، آموا مرأته لما أنتم رأيك، يجب أن يصل هذا المال إلى المحتاج. من المحتاج؟ الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون فقرا، والأقربون نسبا، والأقربون إيمانا.